مع دوريات الأمن بالدوادمي للحد من المخالفات الأمنية والمرورية. أتوقع الجميع يشاهد هذا المنظر في جميع مناطق المملكة. حملة التشييع هذه النتائج: ضبط الأسلحة وضبط كل وآخر إحصائية للدوريات الأمنية ضبط 2400 سلاح في جميع مناطق المملكة من نتائج الحملة التفتيشية. اليوم حملتنا مع أبطال دوريات الأمن بالدوادمي للحد من المخالفات الأمنية المورية. شغلنا كامل الطريق 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 ضبط أشخاص بحوزتهم أقنعة، تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لمعرفة أسباب تواجدها في المركبات. أكرر لي الرقم. وش ده سكين؟